صباح الخير البنات، كي دايرين؟ صباح الخير العائله، الجيران، خوت، الصحاب، كي صبحتوا؟ مرتاحين؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اش كتعودوا؟ كي دايرين وليداتكم والديكم؟ معز عليكم. نتمنى ان شاء الله ان كل شيء يكون بخير وعلى خير وبصحه جيده ومرتاحين، واموركم ان شاء الله تكون على ما يرام. صباح هذا البنات، العائله، الخوت، يلا هذا وين خرج دابا يا شاده؟ شاده غنمشي للخدمه. قلت اجي ندردش مع الاخوان اخوات ديالي شويه. الصباح كتعرفوا الانسان ملي كيفيق هو الفياق مزيان. اول حاجه انسان ما يبقاش خامل، ما يبقاش الخمول، ما كيلاش، ما يبقاش انسان معكاس، ما يبقاش ناعس، ينوض. اللي عنده شي حاجه ينوض يقدم، يقولش لا صافي انا اليوم ما عندي ما يدار. لا، عطى الله ما يدار، عطى الله ما يدار. شي الله يجعلني من نوض، نشد الكتاب نقراه، انا استفدت كاين ما يدار. يجعلني ما نتفرج عف في شي برنامج لانني غنستافد منه، كاين ما يدار. اما هذيك نبقى ناعس، ما كاينلاش مصالحش اليوم، ما نافعنيش، ندير على شر، ندير شي حاجه اللي انني انا نستافد منها. قلت اول حاجه اللي عنده الخدمه ينوض يمشي لخدمته، اللي عنده القرايه ينوض يقرا، اللي ما داخلش مع الصباح ينوض يجبد ادواته يراجع، ربه بيته هي تابعه المسؤوليه، خاصه دير هذه تابعه هذه، كلشي كلشي الحمد لله كاين ما يدار. ما كاينش اللي ما عندوش ما يدار، كلشي عنده ما يدار. ينوض يقضي شغله وينوض يديها في المشاغل ديالو وفي الحوايج اللي تابعينه واللي غيستافد منهم، يستافد منه الحوايج اللي غيستافد منها هو والعائله ديالو. اسمحوا لي طاح لي التليفون. دابا هكا مزيان، انسان ينوض يقضي، ينوض يخرج، ما يبقاش يشوف الحاجة اللي فيها الخير يقلب عليها. قالك طريق الخير زوينة، طريق الخير ما فيهاش الشوك، كتكون غادي وانت مرتاح. اي واحد ملي ينوض مع الصباح اول كلمه كيقول بسم الله توكلت عليك يا الله، صافي. ماشي انا ندعي دعاء الصباح دعاء المساء، ماشي كلشي كيعرف يدعي، ماشي كلشي قاري، ماشي كلشي. حنا على العموم بسم الله ديما الله كنجبدو، ديما الله كنذكرو وكنتوكلوا عليه، وان شاء الله ربي ضروري ما يعطيك اللي فيها الخير، وضروري الله ما يسهل عليك، وضروري الله ما يفتح لك الابواب اللي هي تكون مزيانه ان شاء الله، وييسر لك الله فيها امرك. نطلب الله يسهل عليا، الله يسهل عليكم، الله يفتح لكم ابواب، والله يعطيكم من حيث لا تحتسبون، ويكون ان شاء الله اموركم جيده، وتفكروا بالمنطق وبالعقل وبالعقل الحوايج اللي هما صالحين لنا، وما نحاولوا ما امكن ما نتجروش وما نتغروش في الحوايج اللي هي يا كتكون فيها داخل فيها الشيطان، او داخل فيها الوساوس اللي ما مصالح والو كدعي لها، وينحاولوا ما امكن اننا نفيديو هذا الشيء نحيدوه، ما نعمروش راسنا به، وما نكونوش ديما نكونوا قرابين من الله عز وجل باش ديما يعطينا اللي فيها الخير، وديما نكونوا تابعين طريق الخير، وديما نشوفوا في الحوايج اللي هما يا ايجابيين، ونشوفوا في الحوايج اللي ديما نشوف في الحوايج اللي هما يا غينفعوني، واللي هما يا الله ما غيغضبش عليا فيهم، لان الحاجه اللي كنكونوا غادين بها، الحوايج اللي كنكونوا
غادين فيها، وهي الله كيسمح لنا بها نديرو، كونو اكيد بان عمرنا ما غي عمر الشك ما غي ما غي ما غنعفطوا عليه، ديما غنعفطوا على الحوايج الخير، وديما غيكون التيسير قدامنا، وديما ان شاء الله غير رزقنا الله غير رزقنا الله الحوايج اللي هما يغيسروا لنا امرنا، والحوايج اللي حنايا نكونوا ما كناش كاع كنقولوا كاع طامحين حتى لهكا، والله غيسر لينا وغيعاوننا، لاننا كنا في الطريق اللي هي يا الله راضي علينا فيها. رضا الله عز وجل صراحه ملي كيكون راضي علينا في ديك الطريق كوني اكيده، اول حاجه فين ما مشيتي كييسر لك الله امرك، ومع من ما وقفتي كييسر لك الله امرك، والحمد لله كتلاقي مع الناس مزيانين جربوا هذه القضيه شي. لكن الايمان ديالك بالله قوي، وانتي كتكوني ناويه على الخير قسما بالله، حتى الله كيعطيك، الله كيلاقيك مع الناس اللي فيهم الخير، والناس اللي فيهم الحوايج اللي انتيايا كتمنى. ديما نطلب ما احسن مني، الله الحمد لله كييسر. اما الناس اللي كيمشي ولا دوك كيقلبوا عير على الناس الخيبين، سبحان الخالق من وجههم كيبان عليهم، من تصرفاتهم كتبان عليهم، ومن المعامله ديالهم كتبان عليهم. وحنا كنطلبوا الله عز وجل ان يلاقينا مع الناس المزيانين، الناس اللي كيخافوا الله، الناس اللي عندهم طموح، الناس اللي كيشوفوا الشوفه اللي هي ما كتغضبش الله. هذا الشيء اللي كنطلبوا من الله عز وجل. انا العائله خوتي صحابي راني قلت ما حدي غدا نشارك معكم ولو النقاط اللي حنايا نكونوا ان شاء الله نعاون نشوفوا بعضياتنا فيها ونفكروا فيها ونحاولوا ما امكن اننا نطبقوها، نشوفوا ديما مره كما قلت لكم كنراجعوا النفس ديالنا، وكنشوفوا الناس اللي خدامين لينا والطريق اللي غادين فيها، نحاولوا حنت ملي كنكونتروليو راسنا نكونوا اكيدين باننا كنشوف طريق الصواب، وكنكونوا عندنا قالت لي بلاصه صغيره انا راح توصلت غنحاول نبلاصي دابا. ضروري خاصنا نبلاصيو مزيان على حساب، نبلاصيو مزيان على حساب الشارع باش ما نعرقلوش. بلاصي دابا وصلت للخدمه خوتي صحابي، اش نقول لكم؟ طلب الله، الله يسهل عليكم كاملين، والله يفرحكم، وان شاء الله الله يرزقكم الرزق الحلال الطيب، كنأكد عليه يكون حلال وطيب، لان الرزق اللي هو حلال طيب كوني اكيده الله يجعلهم يكون عا شي حاجه اللي هي بسيطه تناكلوها وحنا مرتاحين، كنصرفوها وحنا مرتاحين، كنعطيو منها وحنا مرتاحين، ما نبقاوش نفكروا في الخوى الخاوي، ما نفكروش في الغش، ما نفكروش في اي حاجه سلبيه نحاولوا نيفيتيوها. شوفوا ما نقولوش لا هذاك عنده ما عرفت كذا خاصني نوصل، لا الله يجعلني ما نكونش شد غير 1000 درهم، انا كنشدها وانا راضيه بها وانا عارفه بانني شديتها وهي حلال طيب، تكفيني على انني نشد مليون وجوج الملايين وانا عارفه بان الله غاضب عليا فيها وبانها ماشي فلوس الحلال، مقلب على درهم الحلال، كنكون واكلها وانا مرتاح، عاطي منها لعائلتي وانا مرتاح، اي حاجه داير منها وانا مرتاح. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، بغيت نقول لكم
حاج الخير وحاج الحلال زوينه بزاف، وانا مرتاح، وانا كنحس براسي انني بخير. ما كان ادي راسي، ما كان ادي والديا، ما كان ادي المحيط اللي داير بيا، وكنجري في حاجه الخير. كنطلب الله يكون الخير ان شاء الله، والله يسهل عليكم اللي ما خدامش، الله يعطيه ان شاء الله خدمه اللي يدير بها المستقبل ديالو، واللي كيقرا الله ينجحه ويعطيه الله ويطمح ان شاء الله للقدام، ويكون ان شاء الله شي حاجه اللي يديرها اللي تكون صالحه ليه وصالحه لوالديه، اللي هذاك الشيء اللي قرا يكون فيه نفع باش يكون المستقبل ديالو. واللي ربت بيت الله يسهل عليها، راه كل شيء ممكن يدير. حتى هذيك ربت بيت هي راه خدمه، لان راه ملي كتنوض مع الصباح وهي من هذه الوليدات الزوج، يعني راه حتى شي حاجه ما كاينش الا هذا ما كيديرش. الحمد لله كنا كنديرو، كنا فينا النفع. حاجة وحدة، نكونوا مع الله عز وجل، نكونوا متقربين ليه، لأن ملي كنكونوا مقربين من الله عز وجل كونوا أكيدين بأننا عمرنا ما تيغرنا الشيطان، وعمرنا ما كنمشيو في طريق الهاوية. هادشي اللي بغيت نقول لكم. كنشكركم بزاف 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 على الدعم ديالكم، على لي كومونتير الزوينة ديالكم. كنتمنى أنكم تعطوني ملاحظاتكم، أي ملاحظة أنا كنستجب ليها وأنا راضية بها كيف ما بغات تكون. كيعجبوني النصائح، كيعجبني الإنسان ينبهني، كيعجبني الإنسان يقول في أي حاجة أنا راضية بها، ما كنتقلق ما حتى شي حاجة، وكنسمع بصدر رحب. كنشكركم بزاف، دعموني دعموني بزاف، لأن بغيت هاد القناة. شنو بغيت؟ بغيت نخرج داك الشيء اللي هو إيجابي. علاش كنقولك أي واحد ينوض يدير شي حاجة؟ بغينا نبينو الحوايج اللي هما بوزيتيف، بغينا نخرجوا الطاقات ديالنا، ما نبقاوش غير خاملين. لأن ملي كنوضو كنخرجوا الطاقات ديالنا وكتكون زوينة، كننفعوا بها راسنا وكننفعوا بها الآخرين. هاد الشيء اللي بغيت ندير. أي واحد عنده رغبة في شي حاجة اللي هي صالحة ينوض يديرها، ما يعجزش، ما يتردش، لان الحوايج اللي هما مزيانين راه كيف ما كينفعوني كينفعوا غيري. وهذا الشيء اللي بغينا، بغينا نوصلوا الحوايج الايجابيين، بغينا نوصلوا الحوايج اللي هما مزيانين، بغينا نخليو وليداتنا والدينا خوتنا يزيدوا القدام، بغينا نخليهم انهم يشوفوا نظره اللي هي زوينه، يفكروا بالتفكير ايجابي، يفكروا بحوايج اللي هما غينفعوهم وينفعوا اللي دايرين بهم. هادشي اللي كنتمنى. كنشكركم بزاف، وسمحوا لي لاني كنطول عليكم الهضره. دابا غنقول لكم صباحكم مبروك، ان شاء الله يكون فيه الخير والبركه والتيسير يا سيدي ربي. غنقول لكم مع السلامه، لان دابا انا راني وصلت بلاصيت غندخل نخدم ان شاء الله. الله ييسر ليا والله ييسر لكم اموركم. يلا بسلامه، الفيديو الجاي ان شاء الله يكونوا عاوتاني حوايج زوينين، ونتمنوا الخير لنا ولجميع المسلمين اجمعين يا رب.